من قرية الديدمون مركز فقوس محافظة الشرقية. بيسعدني النهاردة ان انا التقي بصحبة طيبة جدا من رجالها، ومعايا الحاج حلمي عرابي بيعرفني النهاردة بضيوفه. ازيك يا حاج حلمي؟ يا مرحبا يا مرحبا بالبرنامج. النهاردة ضيوفك اللي موجودين بقى تعرفنا بيهم كده. يا مرحبا بالبرنامج المعلم الحاج محمد الزناتي، اهلا بيك يا حاج الحاج محمد. محمد برحان، اهلا وسهلا. والحاج السيد الامير رئيس الجمعية. طبعا انا بيسعدني ان انا موجود معاكم. بس قريه الديدمون ده اسم، هل له يعني حاجه تاريخيه ولا هو طلعتوا لقيتوه كده زي ما بيقولوا؟ اولا مرحبا بيكم، اهلا بيك، شرفتونا ونورتونا. والديدمون والشرقيه كليتها اثار قديمه، واصل الشرقيه كليتها بلد فرعونيه. ايوه ماشي. ديدامون اساسا سميت ديدامون لانها كان فيها معبد امون، وسميت ديدامون ثلاث اربع مرات حتى وصلت للديدامون. ديدامون من اكبر قرى في محافظه الشرقيه، فيها جامعات وفيها مدارس وفيها اكبر عدد مساجد على مستوى الجمهوريه. بالنسبه للقرى على مستوى الجمهوريه اكبر عدد مساجد واكبر عدد مدارس واكبر تعداد سكان. نسبة التعليم في ديدامون نسبة عالية جدا، فيها جامعتين، دار جامع الأزهر عامل جامعة دراسات إسلامية كاملة، جميع مراحل الدراسات الإسلامية. كويس ماشي. ويوجد فيها كلية دار كلية علوم وتمريض، وفيها مستشفى جامعي. بالنسبة لديدامون من القرى اللي ما خدتش حظها في جميع الخدمات. مع العلم ان البلد دي بلد ليها فضل على جميع محافظة الشرقية في التعليم. البلد دي محرومة من جميع الخدمات، وخاصة الصرف الصحي والكهرباء، وعدم وجود مدارس كافية لأولادنا سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. فوق من كده ان البلد دي معطاءة من غير حساب. انا من كلامك ده ان البلد معطاءة من غير حساب ده اللي يهمني. بس هاخد برضو كلمة من الاخ عن البلد الديدمون. انت يعني طلعت طبعا لقيت البلد كده، الاخ بيقول انها في حاجة تاريخية وفرعون وكده، انت تقول ايه على البلد نفسها؟ احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بضيوفنا الكرام، اهلا بيك، مرحب بيك. طبعا هنا بالنسبة للديدمون على قولة الحج اني معدومة من الخدمات. لا انا عايز على الحاجة التاريخية، هنتكلم على الخدمات. يعني انت هي لها اثر فرعوني حاجات زي كده، هل فيها هنا اثار ناس بتجيها؟ تكلمنا عن الحاجات التاريخية اللي فيها. طبعا سعادتك فيها اثار هنا، في اثار هنا، حدانا تل الضبعة هنا، حدانا الديدمون هنا صار يعني ولا مغزى. في هنا الديدمون مش صغيرة سعادتك، الديدمون كبيرة، الديدمون كبيرة، بدليل ما فيش ولا طرق ولا اي مصالح حكومية ماشية عليها. يعني في اثار، مش اثار مش النهاردة ولا بكرة. عندك تل الضبعة هنا تابعة للديدمون دي، فيها اثار مش سهل. برضو بلد واخدة كليات، ما فيش خدمات لنظام كليات، ما فيش صرف صحي لسه لغاية دلوقتي عمالين نعاني من مشكلته. يمكن حضرتها الأبلة وهي ماشية الناس بتكب مية، ويعني شغل مش ما فيش حاجة عايزة تتم. يعني دي من ضمن المشاكل اللي هو. طب الحاج حاج سيد، كل سنة قريه الديدمون نوره، ده بنور كنتوا واهلها طيبين، بقناه مصر الزراعيه. والقناه دي طبعا دلوقتي يعني بتهيألي هي القناه الوحيده اللي بتدي ارشاد تام للزراعه. ده واجبنا. والله يعني بتدي ارشاد تام للزراعه. لان دلوقتي احنا دلوقتي بالنسبه للعمل الزراعي طبعا الموظف بدا ينقرض. كان لما تكون قوة الجمعية مثلا 45 موظف دلوقتي فيها 3. فالقناة دلوقتي مفيدة لحاجة، لأن بتدي إرشاد للزراعة، للبيطري، بتدي إرشاد تام، بحيث إن الفلاح دلوقتي عاد بيستوعب المعلومات من القناة. نفس القناة. طب أنا عايز أتكلم على التاريخ بتاع البلد هنا من ناحية الآثار الفرعونية
او انت وجهه نظرك ايه كمسمى الديدمون ده؟ يعني هو بيدي نغم، يعني كلمه ديدمون دي فيها نغمه نفسها. هو اصلا في البدايه كان هو طبعا واحد فرعوني كان في نفس المكان اسمه ديدمون. فلقبت بالديدمون. بالديدمون. والبلد انتشأت طبعا على اعتبار عائلات، والعائلات تناسلت مع بعض في النسب وبتاع، بس البلد مقسمة عائلات ومعروفة فيها بعض المغتربين في البلد، لأن البلد يعني بالنسبة للمدينة فيش 2 كيلو، بعتبر هي تعتبر قسم تاني للمدينة، الديدمون تعتبر قسم تاني للمدينة. كويس. وطبعا في تبادل بين المدينة وبين القرية، طبعا دي كان زمان. كان ايه التبادل او ايه اللي بتبادل بين المدينة والقرية؟ كانت القرية بتودي الخضار والفاكهة وكده، وبتجيب من المدينة، والمدينة بتقدم هنا الملابس والحاجات دي. دلوقتي الحاجات دي انقرضت. بالنسبة ليه؟ دلوقتي المدينة زي القرية والقرية زي المدينة. ماشي. طيب يا حاج حمي، طبعا احنا دايما بنقول في الكرة في عادات وتقاليد واصول نتمنى انها نلاقيها في المدينه. ترابط العائلات هنا بقى، تقول لنا فكره عنه كده، عشان هناخد الفكره دي في صوره تزاور، في صوره صله رحم، في صوره مجالس عرفيه، في الكلام ده كله، تقول لنا عنه حاجه بقى. ترابط العائلات هنا ترابط يعني اسهل المدينه. بعد ايه؟ البلد مقسمه العائلات، والعائلات اللي عندي الان مترابطه مع بعض. في مشكله بين العائله دي والعائله دي، بتتلم ثانيه بسرعه على طول. ما بتتوسعش، ما بتروحش، ما بنوصلش المدينة. لما وصلنا المدينة ما تتحلش. ما تتحلش. طيب أنا كنت سامع الحاج محمد. محمد. يعني زلاتي. يعني حضرتك بتشارك في المجالس العرفية دي. أنا بقول إن المجالس العرفية هي حاجة من الحاجات اللي بتأثر على إن إحنا ما نلجأش للحكومة في حاجات كتيرة، ممكن نحل مشاكلنا، نحل الدنيا دي كلها. تقول لنا فكره كده عن المجالس العرفيه، وانا عارف ان انت من خلال كلامنا قبل الحلقه يعني كنت بتتكلم عن ان انت بتشارك في جلسات وقعدات عرفيه كتير في حل مشاكل البلد. اولا من فضل الله ونعم بالله على القرى ان ربنا انعم عليها برجال يقضوا حوائجهم، حوائج الناس، ويصلحوا بين الناس. مع وجود الفتن الموجوده والاراء الكثيره في دمار العائلات، مع وجود الرجال الصالحين الموجودين والناس اللي تصلح، وميزه بلادنا ان كله بيكبر وكله بيرجع لاصله، يعني كل واحد له كبير يرد عليه، كل واحد يعرف ياخد الحق منه ازاي طبعا، ويدي الحق ازاي. لان بلادنا في النعم اللي احنا فيها، هم يعني وضعونا رحمه الله عليهم جميعا، خلونا في نعم، وهي نعمه التعارف والتود، يعني كليتنا بنود بعض، وكليتنا بنحترم بعض، صغيرنا وكبيرنا، ستنا ورجلنا. يعني انا مع كلام حضرتك في الكلام ده، الواحد حتى في المدينه ممكن تحصل مشكله ما حدش يسال فيها. لا 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 لا. لكن هنا في القريه لو حصل مشكله تلاقي الرجوله والنخوه ويعني والله، ودي من سمه القرى المصريه كلها صراحه. لا ده من نعم. من نعم كمان. من نعم. وسمه كمان. لا وسمة. ده من نعم. نعمة ربنا طبعا ونعمة بالله، لان فضل الله علينا كبير خالص. ان اولادنا عارفين اعمامهم وعارفين وصولهم، دي نعمة من ربنا. من اكبر النعم. يعني واحد مش عايش في غابة، لا ده عايش في بيئة كليتها حضنة بعضيها، الكبير حضن الصغير، والصغير بيحترم الكبير، ولحد النهاردة في ربنا ما يحرمنا من الود طبعا، وكله محترم مع العلم الفتن الموجودة، الزواج والطلاق وده كله، ثلاث ارباع مشاكلنا بتنحل على في المضيافه. الا ما يكن كلها. يعني انت عايز تعرفني ان المجالس العرفيه دي بتحل حتى الحاجات الاجتماعيه ما بين الاسر، وبكلام الاسر بقى انا عايز برضو، انت دخلتني في الجواز والطلاق. الجواز هنا عامل ايه في البلد بقى؟ والله الجواز كليتها فتنه، الفتنه الموجوده في الجواز. لا يعني تكاليف الجواز والغلاء اصلا دمر الشباب كله، عاد بتطلع للمستوى الافضل للمستوى الافضل، والطلاق ربنا يلطف في العباد. الحاج متجوز كم واحده يا حاج؟ انا ايوه
يدوب هي واحدة ماشي بيها. يعني ما عندكش تعددية؟ لا تعددية. أصل دايما يشاع أن هناك تعددية في الزواج في القرى، ودلوقتي مع الحديث يعني بقى كل واحد بيحافظ على بيته زي ما بيقول، ولا الجواز بأكتر من واحدة ده غير ساري هنا في القرية؟ لا سعادتك بص، سعادتك دي احنا هنا كريف او المكان اللي احنا فيه او القرية اللي احنا قاعدين فيها، احنا هنا الحرمة بتعتبر مش زوجة، بتعتبر اخ وصاحب. اخ وصاحب. منك انت بقى اخ دي بقى. لا حضرتك انا اتكلم كلام ان احنا مش كل الزواج انا يعني في احترام للزوج. في احترام. يعني المرأة لها قوة هنا في القرية وهي اللي شايله البيت زي ما بيقولوا مع الراجل يعني. سعادتك ما انا بقول لك انا سافرت ومشيت، مين اللي كان شايله البيت هنا؟ مراتك طبعا. هي اللي بتربي. صديق ليا ولا صاحب وكل شيء ليا هنا. طبعا طبعا. اه هي العمليه اللي ربنا بيقول عليه الموده والرحمه. يعني خرجنا من احنا نحمد ربنا ونشكر فضله على مستوى جمهوريه مصر العربيه ان احنا كليتنا حدانا ولفه لبعضينا. دي نعمة طبعا. دي نعمة يعني لا تقدر بالمال، يعني انت شفت احنا اللي قامت وقعدت والحمد لله وقفنا على الرجلين. لان احنا نحمد ربنا ونشكر فضله ان جمهورية مصر العربية في رباط ليوم الدين. الحمد لله. مش القرى بس، جمهورية مصر العربية بأكملها في رباط ليوم الدين. فدي كرم من عند ربنا، أما بالنسبة إن النهاردة حكاية إن الجوازات دي ربك هو المستعان. طبعا. ربك هو المستعان. طيب ناخد كلمة من الحاج. اتفضل. دلوقتي هو بيقول لك واحدة بس وان الست هي كل حاجة هنا، انت شايف بقى ان المرأة يعني المرأة الريفية نفسها اللي داخل القرية اللي بتنزل غير وبتنزل تعمل اكل لجوزها واللي بتتربي ولاده، هل هي واخدة حقها كامل هنا ولا برضو شايلة حمل فوق طاقتها؟ لا هو في الوقت الحالي اصبحت مشاكل الست مع الزوج شيء فرق بسيط. شيء ايه؟ فرض. بالنسبة لضغوط الحياة. النهارده لما يكون واحد عنده بنتين في بيته ودخله موظف ومراته موظفة عشان يخش في عملية نوروز كل واحد عشان يناسبه عايز له على الأقل البنت عددها 100,000 120,000 طبعا هو دخله يعني. فهنا لازم بيحصل فيه ترابط في العمل بين الاثنين. طبعا. في ترابط، الست لازم بتشارك الزوج. طب الفلاحة اللي كانت بتنزل زمان اتغيت شايلة الأكل وحط العيش والكلام ده، صورتها ايه دلوقتي في القرية؟ لا صورتها دلوقتي بقى تنقرض. وصل الفلاح النهاردة ما عادش الفلاح بيروح يأكل بقى خلاص بتفرج على التلفزيون. الفلاح النهاردة ما عادش الفلاح بتاع زمان. الفلاح النهاردة عاد بروح لغيت لمغزر مش بيركب حمار، بيركب موتوسيكل، بيركب مكنة اللي هي بتاعة الصين دي، مصير ربنا يخليها ملك البلد فدلوقتي عند اقرب حاجه عنده يروح ياكل المكنه رايح لغيت. يقول للست جهز الاكل الرجال، لان الشغل دلوقتي على كله ما يكلم. ما عادش الفلاح بتاع زمان اللي كان بيمسك المحرك بايده واللي كان بيمسك القصه بايده والست بتروح تحلب الكاموسه في الغيط وتجيب اللبن وتودوا له الفطار، ما عادش الكلام ده مفروض. لا بس بقى لها دور. بتاعتنا وانقرض الشيء ده. بقى لها دور تاني بقى في تربيه الاولاد. بقى لها دور في ايه؟ في المنزل بقى خلاص. اصبحت ممكن تربي. كانت ست بيت مش موظفه بتربي طير عشان تساعد جوزها، مثلا بتروح تجيب كيلو لحم 130 جنيه لها تروح قدام حفرتين او بطه بتساعد يعني اقتصاديا في طبعا لان عشان الدخل. ادي كل عمليه يعني مش والحاج حلمي متجوز كام واحده؟ لا واحده برضه؟ طب واحد. الحمد لله يعني البلد بالنسبه للبلد مش فيها تعدد ماشي. انا قلت لك في البدايه البلد عائلات ده شيء طيب. عائلات وعائلات يعني ايه؟ عائلات كل عائله لها قيمها ولها اخلاقها ولها تعاملها. طيب زي ما الحاج محمد بيقول لك ايه؟ ما بيحصل اي مشكله بتتحل عرفي لان احنا هنا عائلات. حاج حلمي طيب والتعليم بقى هنا بيعلموا البنات والولاد وفي مدارس ولا القصه في ايه؟ طبعا تعليم البنات تعليم اساسي مع الولاد. طب والمدارس هنا موجوده يعني كنت سامع من حاج محمد؟ المدارس موجوده بس في تكدس في الطلبه اكتر. يعني تكدس الطلبه دوت عاوز مدارس اوسع عشان بدل ما الفصل يبقى فيه 50 55 يبقى فيه 20 فيه 24 يبقى فيه نسبه بسيطه عشان يقدروا يتفهموا والمدارس تقدر يتعامل مع الطلب. طبعا. يعني انت شايف التعليم يا حاج محمد يعني انت شايفه هنا في البلد ماشي يعني ولا التجدس اللي بيقول عليه ولا ايه الحل اللي انت شايفه؟ والله بالنسبه للتعليم
مصاريف ضغط على كل الموجودين. في دروس خصوصيه برضه؟ اه ليه، هو يعني انا ده هو المرض العصر، دروس خصوصيه يعني. طب في سناتر؟ في سناتر على اعلى مستوى. في الديدامون في سناتر؟ اه على مستوى الديدامون فيها مدارس ثانويه وكليات. مش فيها سنتر ليه؟ يعني قصدي ممكن السنتر يبقى في المدينه. لا 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 لا، في اعلى سناتر موجوده في كل مكان. طب انت احنا مبتلين يعني، ربنا يفكها من عند. يعني انت قصدك ان التعليم لازم يبقى فيه اهتمام شويه. احنا التقصير في التعليم سبب الدمار في البشريه كلها. يعني احنا ربنا قال هل يسبوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم فعلا نور. فاحنا عايزين طب نهيئ للطالب ده حياه. ما احنا اصلا مش مهيئ له حياه، لا طرق ولا ميه يشرب ولا صرف يصرف. طب انت ايه رايك في التكاتك والعيال الصغار اللي بيسوق التكاتك وتسيب المدرسه؟ ما دي الفتنه. يعني بيسيب التعليم ويروح يشتغل على التكاتك. ما دي فتنه. ما هو انت احنا دخلنا في ايه؟ في الداء. هو ده المرض الموجود. هو ده المرض الموجود حاليا. وهو سوء الاخلاق اللي طلعت من الجيل الموجود هو التكاتك. هو الوسيله، وسيله الدمار اللي موجوده النهارده هو التكاتك. يعني انا يعني دايما بقول ان الشباب اللي طالع صغير ده كان زمان الشاب ينزل يشتغل في الغيط بايده، يشتغل اعمال حرفيه بايده. احنا ما نقولش ما يتعلمش، ممكن يتعلم لمرحله معينه ويبقى عنده علم يقدر يساعده في عمله الزراعي او التقني او المهني. لكن انا شايف ان العماله حتى الزراعيه هربت. يعني اجره العامل النهارده كام يا حاج عندكم العامل الزراعي؟ يعني النهارده مش اقل ولا مخزن مش اقل من 100 جنيه. 100 جنيه يعني حته واحده ولا حتتين؟ من الساعه كام للساعه كام؟ لا ده اعتبر ان انت وانت شغال عندي. يعني بيجي لك من الساعه 8 ويخلص 12 مثلا. ده دول يعني ده وعلبه السجاير وانت بتحنى عليه بحنانه. وتغديه وتعشيه وكمان تجوزه. لا ما هو الجواز دي ربنا يعلم بيه. ما هو لو طالع احنا هنجوز هنجوز عشان اقضي مصلحتي. ما النهارده فين انت حضرتك اتكلمت وقلت ولا مؤاخذه كان الاول العيل بينزل ويروح مع ابوه الغيط والكلام من دول وقصص من دي وفي المهنيه والحرفيه وكان بيروح في الاجازه يتعلم صنعه والكلام ما عادش. ايه اللي حصل؟ خرج التوك توك ده قضى على ان ثبت ان العيال النهارده ما فيش ولا عيل ما عندش تلاقي ولا مؤاخذه عيل سباكش طلع مع ابوه، ما تلاقيش عيل كهربائي طلع مع ابوه، ما تلاقيش عيل مش عارف عمل ايه مع ابوه. الاول كان ولا مؤاخذه اللي يجي فاتح ورشه تلاقي اخر في كده بتلاقي في اجازه المدارس بتلاقي في صنعه بتلاقي ولا مؤاخذه راح الغيط هنا هنا هنا. فدي يعني سبه برضه من سبب. طيب التوك توك بيبقى حل لمشكله الانتقالات يعني، لكن لازم يقنن يعني صح؟ سعادتك ماشي ما هو يقنن وفي ناس تستحقه. في ناس تستحق. مش عيال صغيره لا مش عيال صغيره، في عالم في ولا مغزى شباب كبيره يعني ما فيش وظايف اساسا. هو فين الوظايف اللي عشان في ثلاث ارباع ده من حدانا شباب ورد وكليات وبتاع ووسائل اللي هي الكليه. احنا بنبص على ولا مغزى اللي جت كده اللي جت كده لسه في ابتدائي. احنا بدنا نسيب مجال ولا مغزى التوك توك دي لواحد ان هو بده ياكل من وراك متعيش. ما على عيني على راسنا التوك توك ما قضى مصلحه. بيقضي مصلحه مش بيقضي مصلحه، بيقضي مصلحه بس ما بيقضي مصلحه. ما انت شفت الخراب اللي بيجي ورا منه والسكاكين والمطاوي والدبحان من ايه؟ ما هو من سبه العيال ولا مؤاخذه الصغيره اللي بتركبه دي من الصياع. ما احنا نخلي التوك توك العيل اللي اتمسك بالتوك توك اللي هو صغير دول التوك توك بتاع الصدر نسيبه الراجل الكبير. طيب من التوك توك بقى يعني الواحد لو هنا اشتغل مثلا 10 تكاتك يا حاج يعني يبقى استثمار كويس؟ لا مش حكايه استثمار. يعني الانتقال بكام؟ هو النهارده عبد الهاور زي ما الحاج محمد بيقول دلوقتي عادي النهارده اللي بيتكلم دلوقتي ويجيب توك توك معاش. ده الصناعيه سابت المهنه بتاعتها وركبت تكات. ليه؟ بتقول لها راس المال ايه سهل دخل سهل. وبعد بعد ما يركب كده وبتاع يعمل معلم ويجيب عيلين ثلاثه يركبوا التكات يجيب له ثلاث اربع تكاتك ويروح موزعهم على العيال. والعيل بدل ما يخمص او يجيب واحد كبير يقول انا عايز اكتب كذا. بيجيب العيل بيضحك عليه. مشوار بكام دلوقتي في التوك توك عندكم؟ عندنا هنا فؤوس ب 15 في 10 يا عيني 2 كيلو حسب المسافه. بقول لك دلوقتي راس المال اللي بيخش دلوقتي يعني ايه ربح سهل بس يبقى فساده كتير.
طب يا حاج حلمي التكاتك دي عايزه طرق، اخبار الطرق هنا ايه في القريه؟ الطرق هنا ما فيش اي طرق، بعتبر الدمون من حبوس المدينه اللي عند الدمون لعند الحسنيه ما فيش طريق خالص، هم ربنا بيشتغلوا فيه حاليا. طب يعني ما فيش امل ان هو يتعمل فيه حاجه يعني؟ لا العمل بنعمل فيه ان شاء الله بالشغل هو فيه وان شاء الله يتمم، بس اللي معطل الطريق في الدمون الصرف الصحي. محطه الصرف الصحي من 2007 لعند النهارده ما فيش اي شغل فيها، الشغل فيها بطيء جدا جدا جدا. يعني الصرف الصحي والطرق هو معطل الطريق طبعا، لان بيبقى فيه حفر يردموا ويرجعوا يحفروا، يحفروا ويرجعوا يردموا، وبعدين يردموا ويرجعوا يحفروا. انا ببقى ساعات بتلخبط، بيحفروا ولا بيردموا في الاول؟ ما انا يا حاج محمد قول لنا بقى، يعني يعني بقى يعني بنحاول نفك القعده كده، بيحفروا الاول ولا بيردموا الاول ولا ايه؟ هو احسن من خيبه الامل اللي احنا فيها. احنا قلنا مش عارفين النهار بيطلع الاول ولا الليل بيجي الاول. يعني غريبة جدا، تلاقي الطريق اتعمل واتسفلت وبعد اسبوع ولا 10 ايام ولا شهر يقوموا فاحين، يقول لك ماسورة مية، طب يقول لك بعد كده شوية ندخل كهرباء، بعد كده ما فيش عندكم مترو الأنفاق هنا. والله والله ربنا هنا معلينا باللي احنا فيه، ربنا كريم لان احنا راضيين. طب انت قول لي ايه المشكلة بقى بتاعت الصرف بقى دي؟ المشكلة بالنسبة لنا احنا عندنا مشكلتين ولازم كليتنا نوقف جنب منها. المشكلة الأولى الصرف لازم ينفذ ويكمل. طب المجالس المحلية لما رحت لها؟ المجالس المحلية كله معوقين. جميع مجالس المحلية على مستوى الجمهورية معوقين. عندنا شباب عمال يجري وطاحن في المواضيع دي ويجري ويسافر على حسابه، وناس صرفت كتير وناس ضيعت عمرها، في ناس موجودة معانا ضيعت من عمرها كتير، جريت وسافرت من جيوبها الخاصة عشان تخلص موضوع الصرف. إنما الرؤوس الكبيرة قاعدة، كل رئيس مجلس قروة قاعد، اعضاء مجلس محلي قاعد، اعضاء مجلس الشعب ما لهمش دخل في اللازمه في الوضع اللي احنا فيه. لا يعني اصل ده بيبقى المحليات المفروض هم المسؤولين على انجاز العمليه، يا الا المقاول ما عندوش ميزانيه، يا الا الميزانيه جت متاخره. ما هو مش فيه اصلا، ما هو يا ريت في رئيس، يا ريت في رئيس مجلس قروي يبقى عنده يعني رحمه بينا ورحمه المكان اللي هو اللي انا هيصل عليه. الراجل ده عمله ما يجري ويشوف، انما الشباب الموجود واللي بيجوا. طب حد تواصل معاهم؟ كل يوم نتواصل، هو بطلوا مواصلات، ده الطرق انهارت من المشي. يعني بتتواصلوا يقول لك لسه ميزانيه؟ طب بيتحجج ما تعرفش حد، مش تعرف الحل فين، ده هو مش عارف في ايه. وبعدين الكهرباء حدان، الكهرباء موجوده، الكهرباء ضعيفه خالص في القريه مع عدد سكانها مع نسبه تعليمها. احنا في دمار، يعني في دمار كهرباء وصرف. يا ريت في ده كهرباء حلوه او صرف حلو، يا ريت الاثنين. وبعدين بنناشد جميع المسؤولين ينزلوا البلد ويشوفوا ايه. طيب احنا ذنبنا في رقبه مين بالظبط؟ انا من كلامك دوه هقول ان المشاكل دايما لازم يبقى في تكاتف ما بين الاهالي والحكومه، والاهالي لازم كلنا نتلم كده ونحل المشكله. احنا موجودين. اه طب عايزين اي مسؤول، اي مسؤول يطلب منا اي حاجه، اي مسؤول يطلب منا اي فلوس، اي ماديه. مش هات فلوس، هي لازم تعمل جمعيات، جمعيات اهليه تعمل جمعيات. انت عندكم هنا جمعيات اهليه؟ اه جمعيات اهليه كتير. يا حاج مشارك في جمعيه اهليه هنا ولا مش مشارك؟ لا احنا بالنسبه لشرط الجمعيه، الجمعيه حدانا هنا بس الجمعيه هتعمل ايه ولا ايه؟ ما الجمعيه على جد ولا مغزى، في ناس غلابه هنا، في ناس غلابه هنا، يعني في ناس غلابه. الجمعيه هتصرف على صرف صحي؟ هتصرف على صرف صحي ولا هتصرف على طرق؟ على طرق لازم يبقى في مشاركه، لازم في مشاركه عشان الجمعيه ان هي يعني تقدر ان هي لو وفرت حاجه او في حاجه متوفره بالنسبه لها، في حاجه متوفره بالنسبه لها هتساعد. اما الصرف الصحي انت عندك هنا واصله وقفوها المجاول سابها ومشي علشان مش قادر يفحرها. من النقطه دي بقى انا ايه هشكركم واشوف ضيوفك التانيين بقى الجمال جدا عشان ايه نقدر نتكلم تاني. وشكرا، ربنا يعزك.
ومن القعدة الطيبة في قرية الدمون ومع الحاج حلم العرابي بيسعدني ان انضمنا ضيوف جداد النهاردة في القعدة الطيبة دي. يا ريت تعرفنا بيهم. يا مرحب بالبرنامج وضيوف البرنامج. معنا الباشمهندس محمود نجار، الحاج محمد ابو سليم محاوي، الباشمهندس سلامة وسلامة. اهلا بيكم. ضيوفك يعني كرام النهاردة هنتكلم الديدامون. هنا طبعا قرية زراعية، يا ترى بتشتهر ايه في الزراعة النهاردة؟ والله الديدامون بالنسبة للزراعة بلد منتجة وفيها كفاءات ممتازة جدا جدا بالنسبة يعني للزراعة. اهم محصول عندكم ايه؟ استغلال مساحات الارض بشكل طبيعي. اهم زراعة عندنا النهاردة متوفرة النهاردة حدانا هي زراعة القمح. القمح واخد مساحه كبيره، وبعدين بعد كده الخضار، وبعد كده طبعا الزراعه التقليديه العاديه عشان مواشي عشان دي عشان دي، ولكن هي ممتازه وانتاجها كويس جدا بفضل الله بفضل المهندسين الزراعيين اللي جايين على العمل بخصوص كجمعيات زراعيه او كمهندسين في الري بالنسبه لانتظام الميه او مهندسين في الصرف بالنسبه للصرف المغطى الاراضي الزراعيه. ده كويس. كل واحد جاي بتخصصه، ولو كل واحد شاف تخصصه بالظبط واشتغل فيه بنسبه كويسه يبقى هنوصل لدرجه 90%، وده املنا طبيعي. يعني انتوا هنا اشهر زراعه او البلد مشهوره بالزراعات الاستراتيجيه، يعني زي القمح والذره في الصيف. الزراعه عصر الحياة. طيب الأسمدة أخبارها إيه بقى؟ الأسمدة ممتازة جدا، متوفرة في الجمعيات حسب المساحات الموجودة على الطبيعة بالبوتاجات أو الحيازات الزراعية. مش حد بياخد حاجة حد. له شكارة بياخد شكارة، له خمسة بياخد خمسة. بيتابعه المهندس الزراعي، وهكلمك في الجزئية دي الباشمهندس سلامة بيتابعه. أنا باخد كلام عام يعني الأخ. طبعا أنت هنا قرية، ايه رايك في الزراعه؟ يعني هل حاسس انها فيها تطور في القريه؟ اسعار الحاجات الزراعيه ازاي؟ انا عارف ان حضرتك ممكن ما تكونش بتشتغل في الزراعه، بس ممكن تكون حاسس بالحاجات الزراعيه. ايه رايك في الاسعار مثلا الخضار الفاكهه الحاجات؟ اولا مرحب بيك. اولا اهلا بيك في الدجامون، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. بالنسبه للزراعه هنا بلدنا اصلا بتمتاز بالزراعه انها فيها كتله زراعيه قويه جدا وجميع حتى المحاصيل متوفره. بالنسبه للخضار وبتاع، احنا عندنا اكبر سوق في الديدامون خضار. يبقى جمله بقى؟ لا تجزئه. سوقين يعني. اكبر قريه على مستوى الجمهوريه فيها سوقين، الثلاث والجمعه. فجميع الامن الغذائي متوفر في الديدامون. طيب هو السوق عموما بيبقى فيه عادات وتقاليد كده، دايما الناس بتبقى مستنيه قريبها اللي في المراكز الثانيه. السوق بيحتوي، بيبقى سوق القريه بيلم برضو من المراكز اللي حواليها. هل السوق هنا في القريه ليه عادات وتقاليد؟ يعني احنا حدنا في البلد مثلا في يوم السوق لازم يبقى فيه طبيخ، وزي ما بيقولوا فيه زفر وفيه مش عارف ايه، عشان هيجي لك واحد قريبك ما يصحش. هل العادات والتقاليد دي موجوده في السوق، ولا السوق مش منظم ولا منظم؟ زي احنا يعتبر اكبر قريه على مستوى الجمهوريه. زي ما سبق الاخوه الافاضل تكلموا قبلنا، احنا بلد اصلا تعداد السكان بتاعها اكبر عدد سكان على مستوى الشرقيه. فيها اثنين جامعه، جامعه الازهر منذ 20 عام وجامعه الزقازيق منذ سنتين. طبعا دي ما بتحصلش في اي قريه. واحنا عندنا بالنسبه للشباب بصفتي كرئيس مجلس اداره النادي، احنا مسجلين في الاتحاد المصري، بنلعب دوري عام في الاتحاد المصري موسم 84 85، ودي لم تحصل ما حصلتش في اي قريه على مستوى الجمهوريه. بنلعب كاس مصر منذ 30 عام. ده حلوه. طيب بالنسبه للزراعه بقى حضرتك، اتفضل. الاسمده والمبيدات متوفرة هنا في الجمعيات الزراعية ولا مش متوفرة؟ أولا برحب بحضراتكم وبرحب بالبرنامج، والحمد لله كل حاجة متوفرة عندنا، مش أي مشاكل بالنسبة للأسمدة بالذات. ونسبة الصرف عندي أنا بتتخطى 90%.
حلو. طب الجمعيه بتبيع اسمده بس ولا بتقدم خدمات تانية؟ لا هي يعني حاليا ده المتعارف عليه. ده المتاح حاليا يعني اللي موجود الاسمده فقط لا غير. لكن هو كان الاول بينزل موجودات وحاجات دي، النهارده ما عادش يعني السوق النهارده اصبح حر واصبح موجود للكل موجود يعني. طب يعني في ناس يقول لك الجمعيه فيها بطاطين وفيها مش عارف الحفا ومش جايبه مثلا جرار يخدم الفلاح يعني. طيب يعني احنا عايزين الجمعيه الزراعيه بمجلس ادارتها بالكيان بتاعها، لانها تعتبر وحده خاصه لها انتخابها ولها مجلس اداره، انها تخش في عمليه الزراعه المستدامه للفلاح والتنميه للفلاح، ما يبقاش دورها بس في الاسمده والحيازه الزراعيه. هو دورها في الاسمده وعدم تنوع الحاجات ديت، لان احنا بنعتمد على المحاصيل التقليديه. دايما عندنا هنا في دادون كل شغلنا الشاغل بتاع محاصيل تقليديه واللي هي المحصول الاستراتيجي طبعا. وفي يعني بدأنا نتحرك في زراعه القطن. يعني انا هنا الدادون جمله الزمام هنا عندي 4100 فدان، زارع منهم حوالي 2150 قمح والباقي خضار بقى خضار وبرسيم. طيب يا حاج حضرتك عندك اكيد ارض طبعا ولا ما عندكش؟ زرع ايه بقى؟ زرعين قمح واكبر وسعر يعني. طيب هل انت بتاخد المعلومه الارشاديه بتاعتك في الصنف بتبقى متقي التقاوي بتبقى بتجيبها من الاداره المركزيه التقاوي ولا بتجيب التقاوي من الجمعيه ولا بتقي من الزرع اللي قبل كده؟ لا بتقي تقاوي على طول كل سنه جديده من من ارشاد الزراعة. يعني دي مهمة جدا ان احنا نقول لاخواننا ان التقاوي كل سنة دي انتاج اعلى للخدمة بالكماوي بالسواق البلدي بيدينا انتاج اعلى. يعني انا عايز الفت نظر الناس لموضوع مهم جدا، ان انا ما تقيش واخد تقاوي قديمة لكن ما اخد تقاوي حديثة منتخبة هتديني زراعة كويسة. وبرضه لما اجيب تقاوي اجيبها من مصدر موثوق منه يعني. الارشاد الزراعي بيبقى في تقاوي موثوق منها ومطمن انت بتدورها وتدي لها خدماتها والانتاج بتاعها بيبقى عالي. طب بتاخد المعلومه الارشاديه مثلا يعني لو صنف جديد عارف نزل بتاخده منين؟ الارشاد بيوجهنا يعني في عندكم هنا ارشاد كويس؟ في ارشاد عندنا هنا كويس وفي موظفين فيه يعني على كام كل سنه. طب ده شيء طيب. استفسر منهم على كل شيء. يعني بتجد من يدلك في الموضوع. يدلك. انا يعني بحيي فيك ان انت بتقول الحقائق على على طبيعتها. طيب يا حاج بالنسبه للري بقى ومشاكل الري دي موجوده في مصر كلها. طبعا. هل هنا في روابط ري زي ما شفتها في بعض القرى ولا هنا بيعتمدوا على برضو ان احنا اغلبيتنا عائلات واحده ومعارف واحده فبنراعي بعض قوي في موضوع الري؟ والله دي بقى حسب كميه الميه اللي نازله في الترعه الاساسيه عندنا احنا. يعني لو في قصور في الميه وده بيبقى عام على مستوى الجمهوريه فبنبدا احنا نعمل حاجه اسمها مناوبات. العزبه الفلانيه يوم السبت والحد والاثنين خلاص الباقي بيحترم نفسه بيسد البوابه بتاعته اللي عاملاها الإدارة نفسها تلقائيا، وعندنا مشرفين وعندنا عمال برضو بيطلعوا معاهم. طيب ونتواصل مع أهم شيء في الموضوع ده كله التواصل مع الفلاح اللي هو المنتج بالحسنى، نقعد معاه ونتكلم معاه بأسلوب علمي كأخ الأخ، مش فرض عليه لو ما قفلتش هعمل وأسوي فيه، لا ده هي الموضوع كليته ان العزبه دي بتشرب الاسبوع دوت تاني تشرب الاسبوع اللي بعده فبتبقى متوفره الميه تماما. اصل دايما الفلاح بيبص للري ان وزاره الزراعه هي المسؤوله عنه وان لو ما فيش ميه في الترعه يبقى المسؤوليه على وزاره الزراعه. هي وزاره الزراعه بتختص في الري بمقدار مقنن الماء نفسه، يعني انت عشان تطلع من النبات ده كام ثمره هتحتاج قد ايه ري. اما نسب الميه اللي جايه وتقسيماتها ده بيبقى من خلال وزاره الري. وانا واجد ان وزاره الري ووزاره الزراعه هم اتجاه واحد وليس اتجاهين. حضرتك هل في جلسات مع الاداره الزراعيه هنا مع الناس في ترتيب مقننات الميه مع الزراعات مع الكلام ده من خلال؟ اقول لحضرتك حاجه،
بصفتي أنا ماسك رئيس قسم الإرشاد في صف الغطة هندسة رواد النفوس، بطلع وأقعد مع الجمعيات الزراعية مع كبار الزراع وبنعمل قعدة تاخد لها ساعة ساعة ونص، بنقول يا جماعة قبل ما تخش تزرع محصولك ساوي أرضك صح عشان المية، فتح العناية صح، ظبط حالك علشان كمية المية اللي هتنزل في الدان عندك بدل ما تستهلك كمية 90% لا تستهلك 40%، لأن الفائض بتاعك بينزل في بطن الأرض وبتاخده عندي شبكة الصرف المغطى الأراضي الزراعية وبتلقيه في مصارف، فبيرفع عندي منسوب المية، بس بتعمل تهجير في المية. فالمسألة كلها والمنظومة مرتبطة بالجمعية الزراعية وإدارة الصرف والري. لو الثلاثة اجتمعوا مع بعض على منظومة واحدة بالنسبة للفلاح، والفلاح عايز توعية، مش عايز أكتر من كده، ما تسوقوش بعصاية أو تبص له هو نفسه محتاجك اليومين دول ليه؟ فلاح زارع فدان غل وجاب 10 أردنة، وجاره زارع فدان غل قمح يعني وجاب 25، إزاي ده جاب 25 جاب 10؟ أبو 10 بيجري ورانا، إزاي؟ ما أنت ما رحتش خدت تقوي من المكان الفلاني، ما أنت غمرت مية زيادة عشان حضرتك دورت المكان وروحت على البيت وقعدت، فالمية الزيادة أثرت عندك على المحصول، ما تنكلهاش على المهندس ولا تنكلها على حد، دور في نفسك الأول واقعد في الجمعيات الزراعية واقعد في الندوات وطلع إنتاج بالظبط هتغطي، ما فيهاش انفصال. هو طبعا موضوع الري ده والمية ده موضوع من أنواع اهتمام الفلاح كله، بيبقى ازاي زرعته وازاي يوصل بمحصول جيد، لان الري طبعا بيأثر في المحصول. احنا عندنا يعني في الري والصرف حفرات بتطلع تطهر المصارف وتطهر الترع، بنحاول نقطة المية توصل للفلاح عشان يستعملها، بس يستعملها ازاي؟ يستعملها صح بناء على الارشادات اللي بياخدها مدير الجمعية الزراعية او المشرف بتاعه او من عندنا احنا من الري او من الصرف، نقول له 1 2 3، 1 2 3 ديت في النهايه هتطلع انت باعلى محصول. احنا هيعود علينا ايه؟ ما بنعدي على الارض بتاعتك ونشوف فيها محصول كويس احنا بنفرح طبعا، ما هي بتعود على الدوله كلها، احنا بنفرح لما نقول لك ما تزرعش رز في الحته دي عشان خاطر الميه السيرات ضعيفه، ما تزرعش عشان ما تبعش جمعيه زراعيه تبوظ لك حاجه او تعمل لك حاجه علشان خاطر تبقى انت ماشي بسبل وطريق علمي صح. والزراعه النهارده مش بالمساحه، ده بالعقل، تزرع نص المساحة تطلع منها إنتاج قد المساحة مرتين. طيب دلوقتي الزراعة لازم بيستلزمها عمالة، والشباب بقى بتوعنا في القرية أخبارهم إيه؟ فضح يعني مراكز الشباب عندك. والله يعني إحنا كبلدنا كدزمون شباب دزمون يعتبر من أنقى شباب المحافظة حقيقة، لا مجاملة، حلوة أوي. يعني أنا ما شفتش عام او طالب من ابتدائي لغايه المرحله الجامعيه وقعد في بيته، ده حقيقه ومثال عندي انا، عند اولاد شايلين بيوت كامله بيصرفوا على اهلهم. طب وبيلعبوا رياضه بقى ولا مفيش؟ طبعا انا عندي في النادي اولا احنا عندكم مركز الشباب بقى واحد ولا مركز الشباب دزمون مسجل عام 1965 مع الاهلي ولا مع الزمالك؟ جاي لك اهو جاي لك اهو. وبعدين احنا لنا تاريخ رياضي مشرف بسبب، وبعدين احنا عندنا اصلا لواءات من قاده سوا. طب عندكم لعيبه من دادمون؟ شافعي مناع. عندكم لعيبه من عندنا مشتركين في الدوري العام موسم 84 85، ودي في اول قريه على مستوى الجمهوريه تشترك دوري عام وكاس مصر. خرجنا لعيبه عظام لعبوا للاهلي ولعبوا للزمالك. امثله كده تفكر حد عندك الكابتن اسامه فهمي وعندك الواد فوزي الحناوي برضه لعيب كويس من الاهلي للاتحاد السكندري، وعندك زيزو بيلعب في الداخليه. فاحنا كدزمون يعني عندنا استاد، يعتبر اول قريه على مستوى الجمهوريه فيها استاد بمدرجات فيها ملعبين كوره. انا من النهارده هشجع الليل. لا ما انا هجيبك تلعب بعد. في حاجه ثانيه في عندنا اول قريه على مستوى الجمهوريه فيها اثنين جامعه، جامعه الازهر وجامعه الزقازيق،
بفضل رجال أبناء الددمون المخلصين، ومنهم الرجل الفاضل اللي لو أنا بإيدي أعمل له تمثال، وهو الحاج عبد الرحيم سليم، الراجل المحترم الوافي اللي عمل خدمات لم يكلف الحكومة المصرية مليم واحد. ده شيء طيب. صرف على إيدي أنا وأنا متابعه، صرف لا يقل عن 100 مليون خدمات لأكبر قرية على مستوى الجمهورية فيها مساجد، لأن أنا بصفتي رئيس مجلس إدارة النادي ومدير عام في وزارة الأوقاف. طب دلوقتي بالنسبة للملاعب اللي عندكم، هل تم فيها تطوير في الحملات؟ يا ريت لو كاميراتك تيجي تشوف قرية فيها استاد بمدرجات بأضواء كشفة ما بتحصلش في أي قرية على مستوى الجمهورية. ده شيء طيب. لا يا ريت لو دقيقة واحدة تصور الملعب هتكون سعيد. لا احنا هنبعت لك البرامج الرياضيه اللي عندنا. هنبعت لك برنامج الحديث. احنا عندنا اكاديميه الزمالك قعدت سنتين ونص. كان الكابتن محمود سعد موجود، والكابتن الخواجه موجود، وبدر حامد انا فاكر كلهم كانوا عندنا في الدايلمو. وفي اخبار حلوه كمان ان شاء الله، احتمال اكاديميه الزمالك او اكاديميه الاهلي. طيب. كلها بجهود ذاتيه من ابناء الدايلمو، من انقى الناس شباب الدايلمو وبكافح. انا اعرف مثال ولد عندي اسمه علي، واخوه بيصرف على 12 شخص في بيته، عامل بيصرف على 12. يعني ده دليل، ده مثال حي، ده دليل على ان شباب القريه بخير هنا. خير طبعا. وده دليل برضو من كلامك ان البلد الناس بتبص للرياضه نظره تانية. شوف، وفي حاجه ما مصر بخير. مصر اليوم مصر بخير. طب حضرتك بالنسبه للشباب بقى والعماله الزراعيه والكلام ده، هل في دورات تدريبيه لانشاء مثلا عماله مدربه في مثلا في رش المبيدات، في تقليم الحاجات، او في الجرارات، هل بتعملوا اي حاجه عندكم في الاداره؟ لا 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 لا، النهارده المشكله اللي احنا واقعين فيها حاليا ان النهارده الشباب ترك العمل الزراعي، النهارده اتجه لاعمال تدريب العمل الزراعي. كان زمان احنا نصحى الصبح وانا لسه في ابتدائي الاقي الناس قايمه الصبح بدري، الست ماشيه والراجل ساحب لا مؤاخذه البهايم وورا منهم ولادهم ويطلعوا يشتغلوا في الغيط لغايه مثلا الساعه 7 او الساعه 8، يرجع الولد يروح مدرسته ويرجع لمدرسته يتغدى ويرجع تاني يروح لابوه غيط. النهارده ما عادش الكلام ده خالص، يعني حتى النهارده، وهو ده السبب الاساسي في ارتفاع اجور العماله. ليه؟ لان الاول مفيش عامل زي الاول تقدر تجيبه، ما عادش، لا حتى الميكنه مش متوفره بتاعتك. حضرتك ما عادش موجود العامل النهارده اليوميه بتاعته ب 100 جنيه النهارده، وبيشتغل من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 11 والساعه 12 كتير. هم اربع ساعات بس. ده لو هيكلمك يعني. فطبعا دي المشكله الرئيسيه. كان زمان الراجل بينزل في بيته وعياله، كان بيوفر، وكان في حاجه اسمها زمان هنا المزامله، كان بيشتغل مزامله. يعني حضرتك انا عندي ارضي، بنزل النهارده اخلص شغلي وشغل ولادي، وبيجي جاري برضه بيقعد معايا ويشتغل معايا، وتاني يوم بيكون عنده الشغل. فكنا موفرين العماله. النهارده مفيش، النهارده هات لي مزارع النهارده اصله بيشتغل. طب ما هو في حاجه اسمها الميكنه الزراعيه، هل الميكنه الزراعيه يعني بتريح شويه فبتقلل من العماله، ولا الميكنه الزراعيه برضو هنا في القريه مش متداخله قوي؟ اقول لحضرتك، وهي برضو من الاسباب اللي هي بتدي كلفه اكتر، وجود الميكنه الزراعيه هي راحه للفلاح، لكن هي بتدي كلفه اكتر بيتحط على انتاج المحصول. هي بتدي كلفه لو مساحات صغيره، لو مساحات كبيره مش موجوده. ما النهارده الحيازه بقى والتفتت، المساحات كلها اتفتتت حضرتك زي ما انت عارف، والنهارده ما اصبحش يعني الكلفه اصبحت زايده على بالنسبه للمكان الزراعي. طب التفتت الحيازه ده يا حاج حلمي، انت مثلا الارض بتاعتك وارثها ولا كنت شاري ارض؟ وارث وشاري. طب الميراث ده بيفتت، هل التفتيت ده ملهوش حل ان احنا نعمل رابطه؟ المساحه اللي ورثها ممكن يورث نص فدان ورث فدانين. طب ما هو بتلاقيه بيزرع نص فدان، واللي جنبيه بيزرع ايرات، واللي جنبيه بيزرع ايراتين. فاحنا يعني مفيش حل لتفتت الحيازه دي ان احنا نجمع احواض في رابطه مثلا زي مساهمه؟ مفيش، مش ممكن، صعب. يعني احنا شفنا في بعض القرى عملوا عمليه الروابط التسويه دي، ان هو بيجمع انا عندي فدان وجنبي عنده اثنين وثلاثه. صعب جدا نجمع يعني عشان يزرعوا مره واحده حته 50 فدان مره واحده،
حتة 20% من الارتباط بالدورة الزراعية بس ما عارفش موجودة حاليا. الدورة الزراعية كان يربط المكان مثلا، انت عارف لو لو حتة لو حتة مثلا متقسمة، لو الجرار مثلا هينزل في حتة 20 فدان، ما هو احسن ما ينزل في فدان ويطلع وينزل، ما هو ده هياخد يوم وده هياخد برضه يعني. الاماكن الادارة الزراعية كان فيها قسم طبعا المحاريد والشغل فيها انقرضت، مش انقرضت موجودة بس التجربة اكتر بس متوفرة خارجيا برضه. ايوه موجودة بره خارجيا سهلة على الفلاح، بيجيبها انا وجاري وبتاع نجيب مع بعض وبشتغل مع بعض، بقت متوفرة كتير خارجيا برضه. طيب انا عايز اسمع بقى من كل واحد فيكم أمنية، الأمنية دي للبلد والمصر ككل، فابدأ بحضرتك الأول. والله أنا لي أمنية بالنسبة للديدامون. الديدامون زي ما حضرات السادة قالوا لك بلد كبيرة، بلد فيها وعي، بلد فيها طلبة جامعيين أو كوادر علمية على أعلى مستوى، فيها حاليا جامعتين زي ما الأستاذ محمد فضل غير، الجامعتين دولي بيننا وبين فقوس بالظبط 2 كيلو. الجامعتين دول بيجي نازح بيهم من بره آلاف مؤلفة. وتخش الددمون وتطلع من الددمون بخلاف موظفيننا احنا كموظفين بنخش فقوس. فأنا بناشد حاجة واحدة بس. سعادة المحافظ وسعادة رئيس المدينة يتفقوا مع بعض على إن الددمون تبقى ليها صفة لوحديها كده. سيرفيس. بينقل الطلبه المغتربين اللي بتيجي عن طريق القطر او طريق المواصلات اللي خدت حقوق ولادنا احنا، اجبرت ابني وبنتي يركب توك توك ب 10 و15 جنيه وده مع عربيات معاش نافعه، عربيات مش نافعه، يبقى لهم سيرفيس يخش جوه البلد لحد الموقف الرئيسي ويبقى ده اسمه مكتوب عليه سيرفيس الديدامون. يبقى امنيه يوفر حلان. يوفر على العبء اللي بيشيله الاب لما كنت عندي 2-3 بيجيلوا يعني في وصف اليوم. هنلخص الأمنية في كلمتين: تطوير وسائل النقل وتمييز الديدامون في مواصلاتها نظرا للوافد ليها كتير. ماشي ده أهم حاجة. حضرتك بقى تقول أمنية كده لل أتمنى لمصر الخير دايما والديدامون مصر أولا طبعا والديدامون ثانيا، لأن لن يولي أمر مصر إلا كل ولي تقي طبعا. بونا دايما بيبعت لمصر زعيم وطني متدين ورع تقي، يتقي الله في شعبه بالنسبه لمصر، وربنا دايما بيدينا حكماء من ربنا كده الحمد لله، بدايه من محمد نجيب لحد السيسي حقيقه يعني مجامله. اما بالنسبه للديدامون اتمنى لها كل الخير والسعاده والتقدم، لان الديدامون تمتلك اكبر فئه تعليميه بها لا يقل عن 60-70 طبيب ولا يقل عن 30 استاذ جامعه، وعندها من رجال الثورة، ثورة مع عبد الناصر أيوه. من رجال الثورة في الديدامون، فلا يقل عن 7-8 لواءات وضباط شرطة ودكاترة. فأنا بتمنى الخير والمحبة، وعندنا مثال في النادي كلنا بنحب بعض لا يمكن نختلف. الأمنية بتاعت حضرتك إيه بقى تقولها لنا؟ والله أمنيتنا لمصر إن شاء الله كلها بالخير والسلام إن شاء الله، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعني مع البلد دي بالأمن والأمان، وأهم حاجة يعني إحنا نتحمل الجوع ونتحمل العطش لكن بغير الامان مش هنقدر نعيش طبعا. بالنسبه للديدامون بنتمنى ان شاء الله ان ربنا ييسر امورها ونخلص من المشاريع اللي موجوده مفتوحه فيها انها تنتهي على خير، مشاريع الصرف الصحي والطرق والحاجات اللي تستكمل ان شاء الله، لما تستكمل هتكون البلد ان شاء الله في اي مشاكل ان شاء الله باذن الله. وشرفتونا ونورتونا حبيبي. ناخد منك امنيه كده عشان انا نفسي اسمع منك امنيه. امنيتنا ان شاء الله لمصر بخير باذن الله. والديدامون طبعا امنيتنا فيها مشروع الصرف الصحي يخلص ومشروع الكهرباء يكمل في البلد. انا عندنا اجانا دعم من المحافظه بالكابلات الكهرباء، لان عندنا مساكن كثيره فوقها ضغط الكهرباء، وجات لها دعم من المحافظه وتم 50% منه رد، ولعند حاليا لعند الوقت شركات الكهرباء موقفه المشروع خالص. هي طبعا دي تمام عشان استكد ضغط الكهرباء على المنازل ديت خطر وضغط، يعني تتمنى ان الكهرباء تتظبط والطرق والحاجات تتظبط ان شاء الله باذن الله. طيب انا يا رب انا سمعت منكم كل واحد امنيه، انا هقول لكم بقى على امنيه، ايه رايكم؟ انا امنيتي دايما ان انا اقعد مع ناس طيبه زيكم بستفاد منهم خبره وحب
وبحس ان بلدنا فعلا طيبه، ودايما المنظره بيبقى فيها قلوب منوره وفيها ناس طيبه زيكم. وفي الاخر بقول لكم ايه، سلام عليكم واشوفكم دايما بخير.